لك شغلة وزويز وولاد، مدري مين ناطط على اسطوح مين وقال انا لما عرفت العقل تبعي طار. اي شو اخذت لك زاويه بالكركون وقلت له بعد اوعى اوعى انا هي الشغله ما بشتغلها بنوب، انا شغلي كله عالتقيل، هي اسطوح وما اسطوح انا ما بساويها، هي تبع اولاد ووزويز وفرافير. والله ضحك فؤاد افندي، قال لي نحن مو جايبينك مشان هيك، جايبينك مشان ايش كان بتعرف هدول اللي عملوا هاي العمله. قلت له علي ما علي يا فؤاد، اذا انا بعرفه لجيب لك اياه من ادني وبتاخده من الشوارع. حلو الحكي، وانت كنت بتعرفه؟ ليك شلون بدي اعرفه؟ عم اقول لك وزويز واولاد. عمي انا ما في سجن بالشام وبرات الشام الا زايره، يعني معلومك رفقاتي كلهم عالتقيل، ما برافق حشت نشت. والله على راسي بزمتين سريت منها، وانت واحد قبضاي ومعدل، ويا سيدي حسير شو انت صرت اخ بالنسبه لي. الله يعزك ويخليك، والله وانا كمان حبيتك وارتحت لك. بخير ربا، ونسريت كثير بشوفتك وراح تشوفني كثير من هون ورايح. بتشرف. خاطرك قبضاي. الله معه. حياك. الله يسعدك. لقطك. انت طلبي اكتخلك وقعد لما الهوى رماك. يا ابي الولد كثير ادمي، ما له لا روحه ولا بارده، يعني من البيت للدكان ومن الدكان للبيت. يعني الدكان له ملكه؟ هلا على قول ابو نوري ايه ملكه، الدكان كان لوالده الله يرحمه، وكان صهره جوز اخته يشتغل بالمحل، ولما توفى ابوه لمصطفى الله يرحمه، صهره استلم المحل لبين ما يكبر مصطفى بس، وتموا على هذا الحال. وأمه وإخواته؟ يابي هو وحيد على ثلاث بنات، واحدة مرت الصهر، والثانية كارها الخياطة، والثالثة تجوزت وطلقت لأنها ما بتجيب أولاد، وهي على البركة شوي، والأم ديسة وبخيلة كتير وكبيرة بالعمر يعني ختيارة. أنا رأيي تبعت ورا الشاب وتقعد أنت وياه راسك لرأسه وضلك تسأله وتاخد وتعطي معه لبين ما تعرف شو بدك منه، ساعتها إذا كان يعني ناسبك وعجبك اتكل على الله وعطيه، وإذا كان ما ناسبك اعتذر منه وقول له الدنيا اسمه ونصيب. يكتر خيرك عم عزبك معي. ولو عزمي بيك أنت مثل أخي. بدي أسألك، صحيح أنك جوزت على الحرامي وما صبته؟ أنت منين أدري؟ اسمع الطراطيش حكي، قلت لحالي بستفهم منك. يعني هو قوصت بس مو عليه عليه. لكن على شو؟ محل ما أشر لي أبو جواد كانت الدنيا عتمة وما بين معي منيح. على كل حال منيح إنه مرقت على خير. تعرف إنه هي فشكة طايشة، لو كانت فايتة من شي شباك وصايبة حدا شو كان صار؟ الله وكيلك إذا بشوفه مرة تانية لأوصه شو ما بده يصير يصير. الحمد لله مرقت على خير. يلا بالإذن أنا بدي أمشي، خدي الطريق. قاعدين يا مختار. معلش بدي أروح على المكتب، حكمة عم بستناني. شرف سيدي، العيال بالسوق ما في حدا، تفضل. يلا شرف. يعطيك العافية جواد. الله معك مختار، مع السلامة. الله يسلمك. Thank you.
يا الله يا رب. أنا أبو رعد. أهلين أخي، يسلم إيديك. بس زكاتك هدول الشغلات مين عم يبعتون؟ كل مرة بسألك وما بترد، يطعمك مكة تقلي. نحن ما منقول لحدا. أنا رح قلك بس وحياة أولادك ما بتقولي لحدا. ليش بقى؟ سر؟ صاحب هذا الرزق ما بيحب، الله يعزه أكتر ماله معزوز. اسمه عزمي بيك، ارتحتي هلا؟ الله يرزقه كمان وكمان، مو مشان شي أخي، بس مشان نعرفه ندعي له يعني. والله عرفان، والله عرفان، أنا من شان هيك قلت لك إيده للخير لكتير ناس لا بيعرفون ولا بيعرفوه ولا شافون ولا بيشوفوه، بس ادعوا له أنتو. الله يعزه ويعلي مقامه أكتر وأكتر يا رب. يلا بخاطري. الله معك. أنا مهتم يا شباب، على بالكم الله يعطيكم العافيه. أنا مهتم. إيه؟ شيء حلو والله. بيستاهل أبو حسن. إيه والله آدمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبروك يا أبو حسن، مبروك. الله يبارك فيك، بس والله أنا زعلان على العتيقة. لا 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 يا أبو حسن، هلا المرة جديدة مثل العتيقة؟ لا بس يعني أنا هذيك بيني وبينها عشرة عمر وبحس بحنية خشبها علي. الله عليك الله عليك، على أساس قاعد عم تتغزل؟ أول مرة بشوف واحد بتغزل بالخشب. لك شو هالحنية اللي عندك لك أبو حسن؟ بس الله أيام الحنان والحنية، هلا انشفنا وعودنا تخ. البركة فيك يا أبو حسن، البركة فيك، وربي لبسك توب العافية. الله يكرمك. يلا شرفوا يا جماعة، تفضلوا. مع السلامة. السلام عليكم. يا مناني شاني قبل الاناني، انا حكيته هو ما حكاني. يا مناني شاني، يا مناني شاني قبل الاناني، انا حكيته هو ما حكاني. يا مناني شاني. يلا يلا يا رب. يا ميت اهلا وسهلا. للمؤهل عزمي بيك، جايين بدنا نشرب عندك فنجان قهوه. يا سيدي بتنوروا بيتكم ومطرحكم. ما قلت لنا ليش بس. اللي بيجي على بيته ما بيسال ليش يا سعيد افندي، تفضلوا. يا سيدي جابوا له لابو حسن كلبه جديده، قلنا له لك يا ابو حسن الشغله صار بدها فنجان قهوه، قال بشكر لعند عزمي بيك. لانه بيعرف انه هذا بيته. ميت اهلا وسهلا. الله وكيلك يا عزمي بيك، ما في شيء من هي الديباجه، بس هو كرنيب بيحب السلته. لك ان شاء الله بيسلت ببير ماله قرار. الله يسامحك يا ابراهيم افندي، حدا بيسلت ببيته. ان شاء الله بيسلم البيت واصحابه، والله يطول بعمرك، لسانك عسل وبيتك بركه. وانتو نورتوا بيتكم ومطرحكم. استفدناك بالجامع عزمي بيك؟ والله ما قدرت روح لانه عندي عزو عم يركب لي غال لباب الاسطوح. اوف عزمي بيك، ليش الباب كان تبع الأسطوح ما له غال؟ له غال بس عتيق شوي، بتعرف نحن ما كنا نغير لأنه كل اللي حوالينا أهلنا وأحبابنا. بس ما بالأسطوح لازم يتغير. الله ما كنا نغير بس من هلا ورايح لازم نغير يا سلطان أفندي. بس شو معناته هذا الكلام عزمي بيك؟ شو المعنى؟ معناته أنه ما صفي حواليك أهل وحبايب. بالعكس، كل اللي حواليه حبايبي وعلى راسي من فوق. بس أكيد هذا واحد سلسري يا إبراهيم أفندي، وقاصد السرقة، وأكيد من برات الحارة.
يخرب بيته على ما نعلق فيه. بس اقسم بالله لو اجى لعندي وقال لي انا محتاج رقبتي سداني، بس انه يجي يسرقني والله لو كان شو لدق بخوانيقه واطلع بروح. عزمي بيك انت العين عليك والعيون ضيقه. والله يا سلطان انا صار لي عمر بهالحاره، عمري ما فكرت لا سكر شيء ولا غير شيء، بس شو حدا ما بدا وشو صاير ما عم بفهم. والله لازم نصهم فيها فعلا. شلون يعني بهالزمن كله ما صار هيك هلا عم يصير هيك؟ العلم عند الله والله يرد له عقله. اذا كان محتاج الله يرزقه بالحلال، واذا مو محتاج ربنا سبحانه وتعالى يكف بلاء عن هالناس. امين يا امين. هيمونا من سيرته سيدي، يلا تفضلوا لبين ما وصي على القهوه. تفضلوا يا جماعه بيتكم. ها تفضلوا تفضلوا. اسلام تفضلوا. سموها بسم الله الرحمن الرحيم. ليش انا علي انا اكون قاعد على الازرق؟ بسم الله. شهد شهد أمي، نحن ما اتفقنا أنا وياكي إنه ما تطلعي لهون تأدي لحالك. أمي خايفة، صوت عمي عم يذكرني بصوت أبي. يا عمري أنتي والله خايفة عليكي منه. أنا ما بخاف من شي وأنتي معي. إيه؟ هلا شوف لطيف، لا تزعل مني، اخوك هذيك اليوم ما معه حق. هلا انا عم بحكيكم احتياط كلك يجبوا طفنيش. حاشاك عمي ابو القاسم، انت لا تزعل منه، هو مو قصدك، قاصدني الي، هو هيك عقلاته، بده يفرجيكم انه هو عم يربيني. ها عم يربيك؟ شلون بده يربيك؟ اي ربي حاله، بكل هي الحاره ما في حدا بيحبه، بتعرف ليش؟ لانه هو بيكره الحاره واهلها. مكروه مكروه يا اخي مكروه، سبحان الله مكروه. شو لطوف زعلت مني؟ لا عمي ابو لاس ما زعلت، بس والله ما بعرف شو بدي اقول. صحيح انا بس مرقت لعندكم على البيت لقيته ناطرني براس الحاره، اعتذر مني وعزمني على كاسه شاي كمان. والله؟ ها؟ شايف منلو هالاخلاق عجيبه غريبه، هو قصدني الي، ايه قصدني الي، لكن الناس كلها بتحبك بهالحاره، بس هو لا، بتعرف ليش؟ لانه ما بيحب اهل حارته ولا جيرانه. يا عمي ابو لاس انا مو زعلان من الحكي عليه. أنا زعلان عليه. زلمة ما بيحب لا أمه ولا أبوه ولا أخواته، شلون بده يحب أهل حارته؟ هلأ لا تروحوا لنا سهرة بلا طعمة، خلونا نسمع أبو القاس. شو في عندك أبو القاس؟ أخي اليوم بدي أحكي حكاية لرد على شريف، لأنه عم بيقول أنا بحكيكم كذب وطفنيش. بدي أحكيكم حكاية كل أهل الحارة الكبرية وأهليكم بيعرفوها، وبتعرفوا ليش أنا بدي أحكيها شخصياً؟ لأني بعرف كل تفنيداتها ومدخلها ومخرجها بالتمام والكمال. أبو القاس يا وردي، فهمنا أنك سيد العارفين، في مجال تحكي لنا هالحكاية لأنه نطف قلبنا؟ هذا يا سيدي بتعرفوا هي الخرابة اللي بعد المصلبة التانية جنب قاعة النشاء. ايه هي المسكونة؟ لك لا 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 مسكونة ولا شيء، وكل الله. لا يا سيدي مسكونة،
وانا اكثر من مره رحت من هنيك ومرقت سمعت صوت هيك خربشه وما بعرف شو. هلا هي مسكونه ومو مسكونه، يعني جن صاحب البيت الاصلي تبعها حايص هنيك. هلا انت شفته بعينك؟ هلا ضروري شوفه انا شخصيا بعيني لحتى تكون الحكايه مضبوطه. فيك تحكي الحكايه بالقهوه؟ لك اخي انتوا كنتوا صغار، صغار كثير، لا كنتوا بالحكايه ولا كنتوا بسيرتها، بس اهليكم كانوا. بلا شباب، انا ابي كان يقول لي انه روحوا لصاحب البيت اللي هلا صارت خرابه، بتحوم هنيك. شفتوا؟ الكبريه كلهم بيعرفوا هذا الشيء، حتى اهاليكم. اذا المختار بيعرف هيك، بقى مزبوطه ولا ما مزبوطه؟ مزبوطه. احكي لهم ابو القاس، احكي لهم. هلا انتوا بدكم تسمعوا ولا تقرقوا علي؟ لا بدنا نسمع. ماشي. هذا يا سيدي صاحب الخرابه الاصلي، كان زلمه بخيل، ايده ماسكه. وإذا أعطيته قرش هالقده بيحطه تحته وبيضغط عليه بالصيصنية هالقد شلون ما بتعرف. المهم هذا ورث هاي الأرض عن أبوه وصار بده يعمر فيها، بس ما بده يحط فيها لا مصاري ولا عمال. بلش يعمل كل شيء لحوله، يجيب خشب ويدقدق كل نهاره، بس أي خشب مدود مسوس معفن خالص عمره، وهو اللي يجمل الطين وهو اللي حشي، يعني بصراحة ما حط فيها أمك. يعني كل شغله كان صباصة بصباصة. وبيوم من الأيام بعد ما اشتغل فيها سنتين ثلاثة كانت الدنيا صيفية وخلاص خلاص كل الشغل اللي فيها قعد بلش ينوم فيها. بس الشتوية اللي بعدها اجت ماطنة قوية، عواصف وبرد ورعد وشتاء كل النهار والليل وبليل من الليالي. قالت السما خاد ونزل ثلج. أيوة. نزل ثلج، نزل ثلج، وتعرفوا الثلج تقيل. نعم، وش الصبح فائت الحارة على دبجي، دبجي والعياذ بالله. قال لي أبي اللي كان عم يحكي لي الحكاية، قال لي فكرنا صار بالدنيا زنزان وهبط بيتنا، متاري المسكين هو اللي هبط عليه سقف البيت. المسكين الله يرحمه. وركضت الحارة، ركضت بشيبها وشبابها كما يقال، نسوان ورجال وكبار وصغار. راحوا على هالأنقاض وبلشوا يرفعوا فيها ويحطوها على جناب ليوصلوا له، ولما وصلوا له كان خالص مسلمة. الله يرحمه. مو هون البنية، البنية لما الأبي أخذوا لبيت جاره وغسلوا وكفنوا وحطوا بها السحلية، واجوا الشباب والرجال وحملوا هالسحلية بقولة لا إله إلا الله، وبدهم يطلعوا فيه لوين؟ على الجامع. فجأة هالسحلية فتلت فيهم هيك وصارت تمشي لوين؟ باتجاه البيت الخرابي، وهن يشدوا هالسحلية باتجاه الجامع وهي تشد باتجاه الخرابي، هي تروح هيك وهن يروحوا هيك، اندهشوا وخافوا، بلشوا يقروا ويبسملوا. المهم بالزار بالجار طلعوا. المهم يا شباب بعد فترة تعرفوا الدراويش من هون ومن هون اصطلتوا على هالخرابي. اللي بده عمود يجروا ياخذوا على البيت، واللي بده دف خشب يحملوا ياخذوا حديده، شغلات من الخرابه. بس كل واحد اخذ شغله من الخرابه صار ببيته مصيبه ومشكله كبيره. من هاي الخرابه. وقال لي ابي اخر واحد كان زلمه معتر عم يلملم هيك خشب للحريق، فجاه وهو عم يدور سمع تكتكه وخشخشه، اطلع هيك شوف دف خشب نازل من فوق وفيه مسمار هالقد قده، اجا بنص راسه بخش له اياه. بس الله لطف، الله لطف وشفي. بس ضل يتأتي بالكلام وتجي هيك صلعات يسلط على الارض ويبدا يرقص يرقص يرقص، بعدين يقوم لحاله ويمشي لحال سبيله. بعدين منه بلشت الناس تحكي، شي يقول انه شوفوا للزلمه صاحب الخرابه حامل ضو الكاز وعم يلف حواليها، وشي يقول لا شفناه وهو عم ينكش بأرض الخرابة. هلا الجماعة لما طلعوا على الجامع ما لقوا معه ولا فرنك، أي وين بده يكون مخبي المصاري؟ أكيد بأرض الديار تبعه، يعني بأرض الخرابة. طيب ليش تركينا؟ أخي من كتر المصاري لتوا عجين، إجت الحكومة حطت إيدي عليها وعملت له هذا الدك تصويني، بعدين ما في حدا يرته. والله يا عمي أبو القاس أنا شايف كل هالحكاية لا حقيقية ولا مظبوطة كمان. ها؟ هلا يعني انت التاني عم بحكي حكايات كلها كذب وطفنيس، انت فهمان الوحيد والبي ما فهمني. لا يا عمي ابو القاس، بس يعني انا هيك فكري لسه ما انا ظابطه. ايه وانا هيك حاسس يا وردي. انا بقول انه ابو القاس
كل كلامه مزبوط وكل كلمة حكاها مزبوطة 100%. وانت شو عرفك؟ شو عرفني؟ أنا ديك مرة كنت مارق من جنب الخرابة سمعت لكم هيك صوت خشخشي مثل هاي. ايه؟ ما خطوة عطيت فيها، بعدين سمعت صوت حركشة. تمام؟ وبعدين سمعت صوت طرطقة. لك ايه؟ لك شو ايه؟ حملت حالي وهربت فورا. لا يا ابو مزي خفت؟ انا ما بخاف. بس انا كان بايام بالبطحة شفتين، خفت يطلع لي هذا ويقول لي اعطيني شفة، قلت له ريبي تلتين المراجل. يا سيدي كلام ابو القاس مزبوط، وكلام ابو مزي كمان مزبوط، انا اكثر من مرة رايح لهنيك وسمعان شغلات هيك بإيدانية هدول. وليش بقى كنت تتناوق يعني؟ إلي مشان يتعربشني؟ خاف. قوم بالبول قوم، قوم خلينا نروح على القهوة. يلا قوم. شو وين رايحين؟ وين رايحين بكير؟ هلا العالم تكفت كفت وأبي بيعمل نطرني. إيه لك صاروا مثل النبي. شو بدكم كلكم وقفتوا على العجلة؟ خاطرك عمي أبو الأس. الله معكم، مع السلامة. مع السلامة. أهلين الشباب، شرفتوا. مع السلامة. ليش راح بكير؟ ليك انكسرت الساعة 8 مزوز؟ بدك تروح ولا قاعد؟ لا أنا أبي ما بيعمل لي طرني. ما راح يعمل لك طرني أكيد. إلهي لحقت فيك. معقول يكون جواد؟ شو جابوا هلا؟ جدي الله يرحمه كان كل حياتي، وأنا كنت كل حياته.
أعطاني هالمصحف ذكرى منه، ولأنك أنت كل حياتي عم أعطيكي هذا المصحف حتى تتذكريني. إن شاء الله الله يفرجها ويصير يلي ببالي وببالك. تعيلي. جاي لعنا الكواي تعمل لي شعري أنا والبنات، لأنه عنا استقبال عند أم صائب. يلا انبسطوا وغيروا جو، وأنا كمان بكرة رايح على المليحة أطمن على الرزق. فقيني بكير الله يرضى عليكي. على راسي. يلا وعلى خير يا بي. وأنت بخير يا بي. سألت قلبي وقت سألني خالي كيف مناخد المساعدة، وأكد علي أنا وأمي إنه حدا بيلمحنا شي. قلنا له لا، حتى حكي ما منحكي. وتذكرت لما لمحتني هديك المرة وصرت أقول ببالي معقول هاد الشي حرام. بعدين قلت لحالي لو ما لمحتني ما كنت حبيتني، مزبوط حكي؟ بزمتي أنا حابة أقعد أنا وياك وشوفك وتشوفني. عندي حكي كتير ما بكفوه وراء الدنيا كلها. الله يجمعني فيك مشان قلك يا بحبك شوادي.
شو هالصرا 13 وثلاث جمعات هي بحياتها ما صارت معي شيء. ايه يعني شو بده يكون الموضوع؟ هون هون عمبار عندك شباك حطوا هيك تعال هون الله يصبحكم بانوار النبي. لك الله يسعد لي هالصباح يا شيخنا. اهلين شيخي يسعد صباحك. شو كانه المي مقطوع؟ ليش ما في مي؟ ما في مي والريحه هافه كثير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين يا ابو حسن. اهلين شيخنا. انا ما قلت لك انه ريحه الحاره مو حلوه؟ ايه والله. شو عم يعزلوا القنوات يعني؟ على حد علمي لا. لو عم يعزلوا القنوات شيخي كنا درينا، كانوا قالوا بالنافهه. طيب شلون بدنا نعرف؟ شيخي نبعث واحد على القنوات وبيسأل. ايوه لانه اذا طولت القصه بتصير ريحه الحاره بتقرف. ايوه صباح الخير شيخنا. يسعد صباحكم. اهلين. شو في ريحه جوا؟ والله يا شيخي الريحه كثير قويه بس انا سمعت صوتك وجيت اسألها. الله يرضى عليكم، خبرونا شو القصه اذا عرفتوا. يلا. السلام عليكم. مع السلامة. فوت يا أمي لشوف. تفضل. وعليكم السلام. الله معكم. يلا يلا. عمبار هون عمبار. مليان زبالة. مليان زبالة الحارة. لكن ما بكفي زبالة والريحة قتلتنا عتل. عم شو هاد؟ لك شو هالريحة؟ مقطوعة المي بالبحرة ما في مي. ايه بس مو هلا وقت تنظيف القناين. كانوا قالوا لنا. روحي عيطي لأبو جواد يشوف شو القصة. حاضر ستي. والله يا عنبر حاسس شغلنا ماله طعمة. مش شلون هي بلا طعمة عطران؟ ما عم نقيم زبالة؟ لك ايه عم نقيم زباله بس الريحه شو بدك تقيمها؟ ايه ونحن شو دخلنا بالريحه؟ نحن شغلتنا التنظيف وهي شوفت عينك عم ننظف. بعدين خف لي ايدك شوي، اليوم اخرنا ابحثها. يلا يلا تفضل. صباح الخير سيدي. صباح الخيرات. لك شو الريحة؟ ما في مي. وينها ستة؟ بالمطبخ. روحي لعند أبو جواد الله يرضى عليكي قولي له يجهز لي العربية. تكرم عيونك. شو قال لك أبو جواد؟ قال هلأ رح يبعت جواد على القنوات لحتى يشوف شو في. طيب. لك شو الريحة لك نهلا؟ شفت على هالفصل؟ الله يرضى عليكي خليهم يصفحوا لهم كم سطل بلكي بتخف. وين بعتها لفريزة؟ لعند أبو جواد يجهز لي العربية. بدك تطول؟ إن شاء الله لا. يعني مالك راجع على الغداء؟ لا ما راح ارجع بالشوب، راح استناها لتبورد شوي. طب اعمل لك كسر سفره؟ لك مين له نفس ياكل شيء بهالريحه؟ لك يا تقبرني ما بصير تطلع على لحم بطنك. حطي شو ما بدك نهلا. حاضر. لا حول ولا قوه الا بالله. شو هاد؟ اعوذ بالله على القصه. شغلة وزويز وولاد مدري مين ناطط على اسطوح مين وقال انا لما عرفت العقل تبعي طار. ايه
شو اخذت له في زاويه بالكركون وقلت له بعد اوعى اوعى انا هي الشغله ما بشتغلها بنوب، انا شغلي كله على التقيل، هي اسطوح وما اسطوح انا ما بساويها تبع اولاد وزويز وفرافير. والله ضحك فؤاد افندي، قال لي نحن مو جايبينك مشان هيك، جايبينك مشان ايش كان بتعرف هدول اللي عملوا هاي العمله. قلت له علي ما علي يا فؤاد، اذا انا بعرفه لجيب لك اياه من ادني وبتاخده من الشوارع. حلو الحكي، وانت كنت بتعرفه؟ ليك شلون بدي اعرفه؟ عم اقول لك وزويز واولاد. عمي انا ما في سجن بالشام وبرات الشام الا زايره، يعني معلومك رفقاتي كلهم على التقيل، ما برافق حشت نشت. والله على راسي بزمتين سريت منا، وانت واحد قبضاي ومعدل، ويا سيدي حسير شو انت صرت اخ بالنسبه لي. الله يعزك ويخليك، والله وانا كمان حبيتك وارتحت لك. بخير ربا، وانسريت كثير بشوفتك وراح تشوفني كثير من هون ورايح. بتشرف. خاطرك قبضاي. الله معه. حياك. الله يسعدك. لقطك، انت طلبي، اكتخلك وقعد لما الهوى رماك. يابي الولد كتير آدمي، ما له لا روحة ولا باردة، يعني من البيت للدكان ومن الدكان للبيت. يعني الدكان إله؟ ملكه؟ هلا على قول أبو نوري إيه ملكه، الدكان كان لوالده الله يرحمه، وكان صهره جوز أخته يشتغل بالمحل، ولما توفى أبوه لمصطفى الله يرحمه، صهره استلم المحل، لبين ما يكبر مصطفى بس، وتموا على هذا الحال. وأمه وإخواته؟ يابي هو وحيد على ثلاث بنات، واحدة مرت الصهر، والثانية كارها الخياطة. والثالثة تجوزت وطلقت لأنها ما بتجيب أولاد، وهي على البركة شوي، والأم ديسة وبخيلة كتير وكبيرة بالعمر، يعني ختيارة. أنا رأيي تبعت ورا الشاب وتقعد أنت وياه راسك لرأسه، وضلك تسأله وتاخد وتعطي معه لبين ما تعرف شو بدك منه. ساعتها إذا كان يعني ناسبك وعجبك تكل على الله وعطيه، وإذا كان ما ناسبك اعتذر منه وقل الدنيا اسمه ونصيب. يكتر خيرك، عم عزبك معي. ولو عزمي بيك، انت مثل اخي. بدي اسالك، صحيح انك جوزت على الحرامي وما صبته؟ انت منين ادري؟ سمعت طراطيش حكي، قلت لحالي بستفهم منك. يعني هو وسط بس مو عليه عليه. لكن على شو؟ محل ما اشر لي ابو جواد كانت الدنيا عتمه وما بين معي منيح. على كل حال منيح انه مرقت على خير. تعرف انه هي فشكه طايشه، لو كانت فايته من شي شباك وصايبه حدا شو كان صار؟ الله وكيلك اذا بشوفه مره ثانيه لاوصه شو ما بده يصير يصير. الحمد لله مرقت على خير. يلا بالاذن انا بدي امشي، خدي الطريق. قاعدين يا مختار. معلش بدي اروح على المكتب، حكمت عم تستناني. شرف سيدي، العيال بالسوق ما في حدا، تفضل. يلا. شرف. يعطيك العافية جواد. الله معك مختار، مع السلامة. الله يسلمك. يا